السلام عليكم. 1200 طفل على الأقل قتلوا خلال سنوات الحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب على اليمنيين، ويقول تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطلع سبتمبر الجاري أن هؤلاء الأطفال القتلى ليسوا ممن تم تجنيدهم، بل هم ضحايا مدنيون قتلوا دون شبهة قتال. ويقول التقرير إنه تأكد من تجنيد 1700 طفل آخرين، ميليشيا الانقلاب مسؤولة عن 67% منهم. كيف يجند الحوثيون أطفالاً في صفوف مقاتليهم؟ وكيف يستدرجونهم إلى جبهات القتال؟ ماذا يقولون لهم؟ وما هي وسائلهم في دفعهم للانتحار في الجبهات؟ هذه أسئلة يجيب عنها طفل من المجندين السابقين الذين تمكنوا من الفرار من جبهات القتال، ويستفيدون حالياً في مدينة مأرب من برنامج لإعادة تأهيل الأطفال الناجين من معسكرات التجنيد الحوثية. نشاهد ثم نعود. أول ما بدأت مع الحوثيين إحنا كنا ساكنين في محافظة تعز، ودخلوا عندنا الحوثيون وكانوا مفاعلين النقطة عندنا، وكنت أجلس عندهم. بعدها قالوا بنعسكرك، قلت تمام، وشلونا دورة ثقافية، وبعد الدورة الثقافية خلونا شهر وبزونا دورة عسكرية، وخلونا شهر ودولنا من 20,000 وسلحونا وبزونا تعز، جلسنا نقاتل لما الجيش الوطني تقدم. بعد انسحبنا ونقلونا صنعاء، ومن صنعاء خلونا نقاتل في صرواح، جلسنا شهر. وبعدها نقلونا من صرواح لفاطم، تبت فاطم هذا في حريب القراميش يعني، وكانوا يسرعونا كل الجبهات، وجبهة صلب، جبهة بحرها يعني كل الجبهات. وبعدنا سيرونا لو ما دخلنا صرواح هذا، سيرونا الدورة الثانية، كانوا يدولنا غلق الستة هالشهر، يقولوا علاوه من السيد عبد الملك 15,000 ريال، يقول لك للأهل والبيت. بعد تعسكرت معهم جلسنا هناك، كانوا ذي يدربونا عن فاطمة وعن علي وعن يعني محمد، هذا يعني ما يخرج يدخلهم بيننا. أول موقف جاني في صرواح في السوق، تحاصرنا، كنت في مترس، والمترس ده كان يعني حجار خفيفة، وحاصروني، وكانوا يقولوا لي سلم ولا أرضي تسلم، خايف لا يذبحوني. كانوا يقولوا الحوادث أن الدواعش يذبحوا بسواطير سلفيين يعني ما يعرفوا أحد، وقلت ما رضيت أسلم أنا. كانوا دي يضربوا علي يعني، كان يمشي من عندي، قلت له جنبي اثنين واثنين جرحى، والجرحى قدهم أكبر مني، ما قدرت أبزهم، يلا أنا بز نفسي وبندقوا جعبتي، وشل نفسي وانسحب. طمر طمر كانوا يطرحون بعدي الرصاص، لأن حصلت حفرة غطست وسطها، جلست يجي يومين وسطها، والأكل معنا وكل شيء. بعدها تقدمنا شوية، بعد ما تقدمنا احنا رجعنا، جانا المدد، جانا كل شيء. كنا الطيران هذا كان ما يخوفنا الا هو، الميج هذا الحربية كنا ما نقلقش منها، يوم احنا قد احنا داهلين لها، بس الزنان هذا طاير بدون طيار، والأباتشي كنا هذا كانت ما تسافط عندنا، كنا نغطس بين الأشجار، نسوي لنا خنادق يعني، أول ما نسمعهن نروح شريط كلنا. في الجبهة علمونا الشمة والقات والإمبيثري هذا في رقبتك، فيها زوامل تشغل الزمن، تشوف يعني كأنك بادي هجوم بدون شعورك، زواملهم قوة. بعد يعني كنا ما نخزن شوية، والقات مليان، ذاك القات الصعدي حبة فيها باغة كبيرة فيها 3 عيدان 2 عيدان بس تخدر به، تهجم بدون ما تداري، والزامل معك لا طفية البطارية يركب لك بطارية ثاني، يدو تبع عم بيثري 2 بطاريات 3 بطاريات في اليوم تكملها. والزوامل هذا يعني كان عندنا أهم شيء الزوامل، هذا اللي اقتطعت عندنا بان تنتهي المعنوية. كنا نقول مع المعنويات حديد، والعدو منهار، والعدو مبطوح على بطنه وفي ظهره حجر. يعني كنا في كل المواقف. تتذكر مواقف؟ والله في الجبهة ما أتذكر أحد، أتذكر نفسي وأصحابي بس، زملائي. طيب شفت ناس ميتين؟
وشفت عدة ناس ولا أشعر بشيء. الله يرحمه ونسحبه نسحبه فوق الطقم. علمونا لا أول يعني جالستهم كانوا كلهم شمة. بعد قال لي واحد أنت ليش ما تشرب شمة؟ قلت ما أحبها. قال جربها. قلت ليش أجربها؟ قال جربها وطلع طعمها ضخم. وأجربها وأدوخ. واليوم الثاني اليوم الثالث لو ما علموني. بعدها كانوا يجي لنا كيلو كيلو. الكيلو يجلس مع الواحد يومين ثلاث أيام مع الحوالي. وأنا يجلس بي كان القرطاس خمس أيام عشر أيام. بس بطلتها. أحس كأن الجبل عندك مثل الكورة. أمك لو ما رجعت لها يعني؟ فرحت. كلمني عن لحظة لما شفتها. يعني أنا أول شيء مشيت أول ما مشيت من عندها يعني ما رضيت توافقني تخليني أسير. جت بقى تحبسني ما قدرت. شليت نفسي بالغصب وهربت. بعدها جلست شهر ومدري شهرين وفقدت أمي. نزلت ما صدقت تحسبني قد مت. ولا اتصالات ولا شيء يشلوا علينا التلفونات كل حاجة. بعدها وصلت لعندها تفاجأت. ما عاد فيني اروح خلاص. قلت لها ما انا بخير وسلامه ولا تخافي. واي وقت وانا بقعد عندك لا تخافي انا ما انا في جبهه ولا وانا في جبهه. ما اشتياش تقلق علي. كانوا يخلونا زياره اسبوع اسبوعين. بعدها يطلعونا. يجي لنا الطقم للبيت ويحمل الافراد يدونا الجبهه ويدوها لك بدلنا زياره. لما وصلت عند أمي حضنتني يعني ما عاد قلت كأني واحد كأني خلاص معي أسرة. حسيت نفسي أني عاد أنا قد الحياة ولا في الجبهة. حس نفسي وحيد في المترس تجيس مثل جني. شهر شهرين وذيابك قد هي مخنزة لا ماء ولا شيء. يا الله يدولك ماء تشربه. أتروح صنعاء تبدل. كنت أرجع لعند أمي مثلا لا قد لي فترة معينة كثيرة يخلونا بالكثير هذا أسبوع. بعدها يقول لك لما حضرت اسبوع ليش سجلت وليش يعني يخلوك تمشي وانت ما تشتي من عند امك عادك فاقد لها يعني تجي لها عندها وترتاح عندها يومين. عاد الله صبنت لي ثيابي وامي عطرتني قالت الله وديعك ودت لي ثيابي ومشيت الجبل. يعرفها ما تروح؟ هي عارفه ايوه عارفه بس مش عارفه الله في جبهه كانت ما هي مخليتني. بس قلت لها في موقع خدمة بس في نقطة. ولا يزال في جبهات القتال مئات من أمثال هذا الطفل منزوعين من أهاليهم مزروعين في المتارس يتناولون المخدرات ويستمعون إلى الزوامل ويطلقون النار على رجال الجيش والمقاومة. يا لها من خسارة فادحة أن يتحول الأطفال إلى خزان بشري يضخ منه الانقلاب المقاتلين إلى الجبهات معبئين بقضية من أوهام هم أول ضحاياها. ضحاياها سواء انتصروا أم هزموا فهم إنما يقاتلون في صف أعدائهم وتحت قيادتهم. يقاتلون في صف من فجر مدارسهم ومن حرف المناهج التعليمية لتجهيل مزيد من الأطفال وتزييف وعيهم. إنها معركة تخوضها الميليشيا مع الجيل القادم على مختلف المستويات. مشاهدينا الكرام، تجنيد الأطفال وبرامج إعادة تأهيل الأطفال الأسرى أو الفارين من جبهات القتال موضوع نقاشنا مع الناشط الحقوقي والإعلامي حسين الصوفي وكذا الأخصائي النفسي الدكتور مهيوب المخلافي. سيكونان معنا من مدينتي مأرب والجوف بعد فاصل قصير. كونوا معنا. نحن نسوان نرحم الله نضارب على لقمة العيش والحوثيين مجرمين الله لا سترهم ولا سامحهم هم مليون محاصر لنا وزرعوا لنا الألغام بالطريق اللي من النقزعين ولا يدعي طريق ينقضيني يتنقضي استرعتوا قنبي قرحتوا قنبيني خلصوا وعد صيح مني شنقضنا آية خرجتوني وبنت عمي أجينا ندي لنا ماء قرح اللغم تحت تفجرت أدعيت إذا تنقبني أجا أش تنقبني قرح تحت اللغم
انا كنت الزوج بالعداده سمعت اجي اتلي الاصابه الان الرجال مو عشر ضيلي الان انا معوقه الان ايش عنايه قد تتقدي مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وأرحب بضيفي من محافظة الجوف الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي، وسينضم إلينا الأخصائي النفسي دكتور مهيوب المخلافي من محافظة مأرب. أبدأ مع السيد حسين الصوفي، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. 1700 طفل بحسب تقرير للأمم المتحدة، قال أنه تأكد من أن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية لصالح مسؤولة عن 67% من هؤلاء الأطفال تم تجنيدهم. كناشط حقوقي مطلع على هذا الملف، كيف تنظر إلى هذه النسبة؟ شكرا جزيلا لكم. ملف حقوق الأطفال وانتهاكاته من قبل الحوثيين ملف ربما مؤلم للغاية، وما يتم من إحصاءات عبر المنظمات الدولية وغيرها من المنظمات المهتمة بحقوق الأطفال هي تعتبر مجتزأة وربما غير واقعية لأنها غائبة عن الواقع، عن الميدان في الأرض. ما ذكرتم من هذه النسبة التي ذكرتها الأمم المتحدة تعتبر ربما يعني أعتقد أنها غائبة بشكل كبير عن الواقع ومجافية للصواب، لأنه من يطلع على ما يتم العبث به في من مصير الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في الجبهات، وما ذكره عبد الملك الحوثي من على لساني شخصيا وما ذكره علي عبد الله صالح في خطاباتهم الأخيرة أيام التلاسنات، أنهم كل منهم أو كلاهما كان يتفاخران بأن لديه أكبر مقبرة من الآخر. يعني صحيح. كل واحد كان يتفاخر بأنه لديه التجنيد ولديه شهداء كما يسمونهم، وهم هؤلاء هم الضحايا. نعم. لكن هناك أعتقد أن هناك ربما لو نستطيع أن نسميها عين عورة أو مجتزأة حينما تذكر الأمم المتحدة بأن هناك 67% فقط منهم، يعني أن الميليشيات 67%. سيد حسين دعني أوضح، 67% من إجمالي الأطفال المجندين الذين رصدتهم الأمم المتحدة عبر آلياتها التي يعني تشكك أنت في تواجدها بالميدان، لكن هذا هو الحاصل، 67% من هؤلاء سبب تجنيدهم المباشر هم الميليشيا. مع أن الأمم المتحدة هي تحاول أن تظهر بأنها مظهر يعني كوسيط، ولذلك تحاول أن ترمي كل الأطراف، ونتمنى ان تكون الارقام حقيقيه، لكن 67% رقم مهول وكارثي بكل ما تعنيه الكلمه. على كل حال نعم، الا انه تعتقد انه رقم اقل من مسؤوليه الميليشيا عن يعني الاطفال المجندين في الميدان، يعني في هذه الحرب الذين يخوضون هذه الحرب، تعتقد ان الرقم اكبر من هذا؟ أكبر بكثير جدا. وأنا ذكرت لك أن الخطاب الأخير لعبد الملك الحوثي حينما تفاخر بالمقابر الطويلة والتي يزينها ويظهرون أن والصور التي كانت تنشر بين الحين والآخر للأطفال ويعلقونها في الشوارع المدن، هذه واحدة من شواهد الجريمة التي تعبث بها هذه الميليشيات بحق الأطفال. تقصد أن الأمر موثق وهم أحياء في المتارس وهم أموات في المقابر وصور على الجدران؟ نعم هو الرقم كبير جدا، يعني ما تقوم به هذه الميليشيا في حق الأطفال من القتل، وهذا إن أخذنا زاوية القتل والزج بهم في جبهات القتال فهي جريمة كبيرة، وتقوم بقتل عشرات الآلاف من الأطفال قامت بقتلهم. آخر خبر نشره موقع صنعاء أونلاين قبل يومين أن الميليشيات سلمت إحدى الأسر جثة ابنها في كيس من الأكياس السوداء البلاستيكية التي تستخدم ل النفايات للزبالة للقمامة للنفايات. نعم، هذا واحدة من الجرائم ومن الجنايات الكبرى من المهزلة والاستهتار بأرواح الناس. نعم. ناهيك عن ما يتم من الاعتداء على حقوق الأطفال من احتلال المدارس من منعهم من التعليم. ماذا عن الطرف ماذا عن طرف الشرعية والقوات يعني الجيش والمقاومة الشعبية وأنت في الميدان، هل لاحظتم وجود أطفال في صفوفهم؟ ان تحدثنا عن بكل امانه يعني الانصاف مطلوب وهذه شهاده لله وللتاريخ.
نحن نتحدث يا استاذ عبد الله عن اكبر كارثه تقوم بها هذه، يعني اكبر كارثه حلت على الشعب اليمني هي هذه كارثه الانقلاب، وبالتالي صحيح. ما نتحدث عن كل المشاكل التي تحدث ان كان هناك خروقات هنا وهناك، سواء كانت لدى الجيش الوطني او لدى الميليشيات، فهي كلها نتاج للسبب الاول والحدث الاول والذي هو الانقلاب، وبالتالي هذا هناك تجاوزات لا ينكرها احد، لكنه السبب الاول والهدف والخلل الاول هو الانقلاب. نعم، دعني أنتقل للدكتور مهيوب المخلافي الذي انضم إلينا. مرحبا بك دكتور مهيوب، وبرأيك كم هو العدد الحقيقي للأطفال المجندين في صفوف الانقلابيين كيعني توقع؟ حقيقة أولا أشكر الأستاذ عبد الله وأشكر قناة بلقيس اللي اتاحت لنا هذه الفرصة للتحدث عن الألم الأعظم وهو تجنيد الأطفال في اليمن. نعم تفضل. في حقيقة الأمر عندما نتحدث عن الرقم الذي يعني متواجد عند الحوثي حقيقة رقم مهول، من خلال الأطفال الذين هم عندنا الآن يعدوا الذين أوصلوا إلينا الخبر الأكيد من مصادره المؤكدة، كون هنالك ما يسمى بالمندوبين او هؤلاء المندوب او يعني ياتي الى الـ الى الـ الى الـ الحاره او الى القريه المديريه ويطلب من الشيخ او العاقل ان يمده بالمجندين، المجندين اللي يعني بالرقم وليس بالاسم، يكرم عليه عدد من الأطفال، عدد من الشباب، عدد من الشيوخ، ثم إن لم ينفذ هذا العاقل ما يطلب منه سيكون مصيره السجن. فعندما يعني نظام رق واستعباد ونخاسة إن شئت. نعم نعم أخي، عندما سردوا مثل هذه القصص استغربنا أن يعني هذا العدد من الأطفال يؤخذ جبرا وليس اختيارا. نعم 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 استاذ الله. تفضل دكتور مهيوب. ايضا يعني نحن في الجانب القيمي الاخلاقي الذي فرض علينا كمواطنين في الجمهورية اليمنية لا بد أننا نقوم بعمل المعالجة. حقيقة ما تقوم به منظمة إنساب وكذلك مركز الملك سلمان من دعم في هذا المشروع الإنساني البحث الذي بدأنا به يعني منذ أسبوع، بدأنا في هذا البرنامج الذي نحن فيه، لدينا 20 مجند كانوا في جبهات القتال. نعم. مع الحوثي، 20 في مأرب وكذلك 20 في الجوف. هذه الأعداد التي وصلت إلينا بداية كشفت. وعمر المشروع دكتور مهيوب، عمر المشروع حتى الآن إذا سمعت بشكل صحيح أسبوع. نعم أخي. يعني كم المدة الزمنية منذ بدأتم؟ لنا إلى اليوم التاسع منذ دشنا. إذن أسبوع. نعم. بدأنا في هذا المشروع اليوم التاسع. الذي هو مشروع للتعريف. نعمل عملية. دكتور مهيوب، لتعريف السادة المشاهدين باسم المشروع، الاسم الرسمي له. الاسم الرسمي الذي يحمله هذا المشروع هو مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في الحرب في اليمن. نعم. لدينا في هذا المشروع يعني هدف رئيسي الذي هو إعادة الأطفال المجندين من المدارس وإعادتهم إلى المدارس. إلى المدارس. ألا ترى دكتور أن هذا المشروع نريد أن نصل إليه؟ دكتور مهيوب، ألا ترى معي أن هذا المشروع تأخر كثيرا، ونحن الآن في منتصف العام الثالث حرب وذهب إلى المقابر، يعني
آلاف المجندين من الصغار، ألم تتأخر الجهات يعني المهتمة حتى الآن؟ حقيقة أخي فعلا نحن كأخصائيين نفسانيين، نحن كأفراد من المجتمع اليمني نادينا بهذا من أول يوم وصرخنا وصرخنا بأعلى صوت يسمع، لكن كان الحدث أكبر مما نتوقع. كنا نظن أن الحرب يعني ستكون أشهر، يعني إن لم تكن أسابيع إن لم تكن أيام، لكنها بطبيعة حالها طالت، وهذا العام الثالث ونحن نعاني. فلنفعل بصمة، وإن لم يعني وإن كانت البصمة متأخرة إلا أنه يعني خيرا يعني أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل. أعود لسيد حسين الصوفي كناشط حقوقي في الميدان، كيف تنظر إلى قيام مثل هذا المشروع الآن؟ مشروع يعني ربما سمعت كلام الدكتور مهيب، مشروع إعادة تأهيل الأطفال ربما. نعم. هذا ما تعني أستاذ عبد الله؟ نعم نعم. مشروع إيجابي وممتاز، ونتمنى أن يلقى دعم، خاصة ما نحن يعني نحن نتحدث الآن عن التعبئة التي تقوم بها الميليشيا وشحن عقول هؤلاء الأطفال. نحن نتحدث عن قنابل موقوتة، هؤلاء مشروع مرضى نفسيين إما قتلة، لأنه أنا كنت ربما في محافظة الضمائر التقيت بكثير من الأطفال الذين كانوا يعودون من الجبهات، وكنا في محيطنا يعني في محيط منطقتنا التقينا بكثير من الأطفال الذين كانوا يعودون من جبهات الحوثيين، تلقوا شحنا كبيرا علموهم أن هؤلاء منافقين وأن المنافق يجب قتله، وعلموهم أنه ليس عليهم بالأمين سبيل، أي اقتلوا من شئتم، أنت أبو فلان لن يحاسبك أحد، حتى في المستقبل إن هزمتم لن يحاسبك أحد. وبالتالي هؤلاء يربونهم كمجرمين مدربين مؤهلين لارتكاب جرائم حقيقية لدى المجتمع حتى وإن انتهت الحرب. وبالتالي من هذه المشاريع أعتقد أنها من أهم المشاريع التي يجب دعمها ويجب رعايتها ويجب الاهتمام بها لتأهيل هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى طفولتهم الحقيقية، إلى وضعهم الطبيعي السوي الإنساني. صحيح. دكتور مهيوب، كيف تقومون أو ما هي الخطط التي لديكم لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال؟ خطط نفسية تعليمية، بالضبط ما هو البرنامج الذي تنوون القيام به؟ حقيقة قمنا بإعداد دليل تدريبي متكامل، هذا الدليل يحتوي على أربع أبواب رئيسية متمثلة كل أسبوع في ذات، الذي هو الأسبوع الأول كان بمثابة تعريف وتآلف بيننا نحن والأطفال الموجودين، ثم بعد ذلك بدأنا بتعريفهم في الجانب الحقوقي الذي هو حقوق الطفل والقوانين التشريعية والقوانين الدولية التي تكفل لهم هذا المشروع، ثم بعد ذلك دخلنا لهم يعني في الجانب الصدمات النفسية التي تعرضوا لها في الحرب وكيفية يعني إخراجهم من هذه الصدمات النفسية التي تأثروا بها. حقيقة سردوا لنا صدمات نفسية، والله يعني أنا كشخص أعد شخص كبير بالسن، كنت أتألم عندما أسمع قصة أن شخص استخدم في نقل الأسلحة من مديرية إلى مديرية عن طريق فوق الحنار أو فوق موتور، يعني يقادس في نفسه، ما هي النفسية؟ قال هذه كوابيس. ليس فقط يعني مسألة النقل وتعرضه للأخطار دكتور مهيوب، لكن شاهدنا أيضا وربما أنتم أيضا في المركز استمعتم إلى كثير من القصص، هناك استسهال كما تفضل الأستاذ حسين للقتل، يقول من قتل سحبناه، يعني بكل بساطة يعني وبكل عنف هكذا، من قتل سحبناه، أمر لا يحتمله الكبار، فما بالك بهؤلاء؟ كيف يمكن إعادة أنسنة هؤلاء الأطفال؟ حقيقة نحن مشروعنا وبحمد الله مشروع جاء متأخر لكنه مشروع قوي جدا، البرنامج برنامج قوي جدا،
جلساتنا معهم على مدار يعني تستطيع ان تقول على مدار 13 ساعة متواصلة. إذن على مدار اليوم. وإلا فنحن يعني جندنا أنفسنا. نعم. لأن نعيد فرمة هؤلاء الأطفال، الفرمة الذهنية وليس الفرمة الحوثية التي هي إزاحة الخيرية عن هؤلاء الناس وشحنهم بالعدوانية. لا، نحن نقوم بفرمة بإلغاء الملفات العدوانية الموجودة لدي فريق متكامل يعني في العمل معي في هذا البرنامج. نعم. يعني فريق متخصص في الجو، فريق متخصص في معرب. هذا الفريق صراحة وأنا أشرف عليه وجدت منه التفاني يعني إلى مدى إلى 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 حد أنه على مدار 24 ساعة ونحن. نعم. يعني معهم لا يفصلنا إلا النوم يعني عنهم. سنقوم بعملية غرس الروح التي هو مكون عليها الطفل. نعم. إعادته إلى فطرته التعالو. إعادته إلى فطرته السوية. الحقيقة أن الوقت لا يسعفني دكتور مهيوب. دكتور أيضا منهم. دكتور مهيوب، لدي الكثير من الاستفسارات حول الموضوع لكن الوقت لا يسعفني. أردت فقط أن أتساءل عن يعني ما هي الأعداد التي تتوقعون أن تستقبلونها في المركزين، وهل أنتم مستعدون لتوسع في مناطق أخرى؟ نعم، لدينا في البرنامج يعني أبدأ من حيث انتهيت. لدينا في البرنامج مستهدفين أيضا تعز، وكذلك أيضا مستهدفين أيضا عمران. أيضا البرنامج يبدأ في مأرب والجو. نعم. ثم ينتقل إلى عمران وتعز. هل هناك تقديرات للأطفال الذين تتوقعون استيعابهم؟ الأعداد أنتم الآن لديكم 40 طفل كما تفضلت، 20 في مأرب ومثلهم في الجوف، كم تتوقع العدد الذي سيحتاج إلى حقيقة تدخل البرنامج الثاني الذي سنبدأ به بعد شهر إن شاء الله؟ لن نستطيع أن نخرج من مأرب والجوف حقيقة. نعم. كل يوم والأطفال وأولياء الأمور الأطفال وأيضا الأطفال يتواردون إلينا يريدون الالتحاق بالبرنامج، وخاصة عندما نفتح قنوات التواصل مع الأهالي مع الأطفال أنفسهم. ما الذي يعني تتدربون عليه؟ ما الأمور التي تأخذونها؟ كانت يعني بدأنا في البرنامج وسحبنا الأطفال وتراشينا الآباء، لكن اليوم يعني كل يوم والعدد يزداد إلى أمام المقر تواجد الأطفال والآباء يلحوا علينا. أنا أريد أن ألحق ابني. نعم. إذا هناك تفاعل من قبل المجتمع للاستفادة من خدماتكم دكتور مهيوب. أود أن أعرف ويعرف مع السادة المشاهدين أنه في حال غياب مثل هذه البرامج ما الذي يمكن أن يحدث؟ كيف سيكون مستقبل هؤلاء الأطفال يعني على فرض انتهاء الحرب، لكن وجود أطفال بالمئات شاركوا بكل هذا العنف ودون تأهيل، ما الذي ينتظر المجتمع من هؤلاء؟ والله حقيقة لو كنت يا دكتور بجواري يا أستاذ عبد الله، لو كنت بجواري يعني وأنت تشاهد القصص التي يعني الآن بدأوا يتذكروا ويقصوا لنا القصص. كانوا عندما يتحدثوا عن القصص وهم في مسارتهم يذكرونها من باب الشهرة والتفاخر. نعم. لكن اليوم يذكرها بخجل وهو يتألم بخجل. نعم، كما رأينا في الفيلم. أنا أتحدث عن الآخرين الذين ربما لن يتمكنوا من الخضوع لبرنامجكم لإعادة تأهيلهم نفسيا، كيف سيكون يعني شكل مستقبل هؤلاء؟ حقيقة والله أخي، نحن من خلال قناتكم الكريمة ندعو كل المنظمات لمساعدتنا في هذا البرنامج. أيضا مستقبل هؤلاء حقيقة مخيف جدا، عدواني إلى درجة كبيرة، قد أنه يتعدى على أسرته، على أبوه، على أمه، على وهكذا. حتى قصص هؤلاء الذين معنا. نعم. كيف كنتم تشعرون؟ قال هنالك حادثة مؤخرا تحدث عنها
الإعلام، وهي يعني أحد مقاتلي الميليشيا عاد إلى أسرته، ونتيجة خلاف بسيط قام ب يعني قتل جميع أفراد أسرته، والدته ووالده وأخوانه. فعلا نعم، فعلا فعلا يا أخي، لأنه يعني عندما بدأنا معهم ونتحاور معهم يحملوا عدوانية قوية جدا لا مبالاة في القتل. دكتور مهيوب المخلافي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي، شكرا جزيلا لكما، كنتما معي من مدينتي مأرب والجوف. إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهى وقت حلقتنا، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفل الناجي من معسكرات الحوثيين محمد بن محمد دحان الجهمي تم الرصد، في أمان الله.